السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأعزاء، مع الحلقة الثانية من أنت تسأل والقانون يجيب اللي بينظمه المركز الإعلامي لنقابة المحامين. السؤال بيقول: هل فعلا في شهر 3 القادم دعوى صحة التوقيع هيتم إلغائها؟ ده السؤال، وعلى فكرة هذا السؤال شاع بين العامة في مصر، لكن احنا لازم للإجابة على هذا السؤال نوضح الأمور كاملة. ليه الناس فكرت كده وإيه اللي حصل خلى الناس تقول هذا الكلام؟ في الحقيقة إن دعوة صحة التوقيع دعوة تحفظية شرعت لمين؟ لمن بيده محرر غير رسمي وأراد أن يطمئن إلى أن الموقع على هذا المحرر لن ينازعه في توقيعه على هذا المحرر اللي هو مضي، فبيرفع دعوة وفقا للمادة 45 من قانون الإثبات المصري، يطلب فيه من المحكمة الحكم بصحة توقيع الموقع على هذا المحرر. المحرر ممكن يبقى عقد بيع، ممكن يبقى إقرار، ممكن يبقى أي ورقة عليها توقيع اسمها محرر ومنسوب إلى شخص ما وقع عليها، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك اتجاه لإلغاء دعوى صحة التوقيع. دعوى صحة التوقيع قائمة وموجودة ومعمول بها، ولكن ما حدث أنه قد صدر تعديل بشأن قانون تنظيم الشهر العقاري. هذا التعديل يتناول مسألة تسجيل العقارات، والهدف من هذا التعديل تيسير عملية تسجيل العقارات على المواطنين. فالنص المادة 35 مقرر من قانون تنظيم الشهر العقاري قالت: لو أنك بتملك حكم نهائي، لو أي مواطن بيملك حكم نهائي، بس هذا الحكم حكم يتعلق بالعقار، يعني يتعلق بحق عيني عقاري سواء بتقريره أو تعديله أو إلغائه، هذا الحكم النهائي، وطبعا النهائي يعني استنفذ طرق الطعن العادية، يعني اتعمل فيه استئناف أو فات مواعيد الاستئناف، هذا الحكم تستطيع أن تتقدم ببساطة بقى شديدة إلى الشهر العقاري ومعك هذا الحكم لتطلب بطلب تقدم طلب تطلب أن هذا الحكم يعتد به لدى الشهر العقاري. هذا الطلب بيتم استلامه من حضرتك، طبعا ممكن يبقى نموذج مطبوع الشهر العقاري هيعمله، بتقدم الطلب مرفق به الحكم اللي صادر لصالحك ده المتعلق بالعقار. يعني صحة التوقيع ينفع نقدمه؟ لا طبعا، صحة التوقيع لا يتعلق بالعقار، صحة التوقيع بينصب فقط على توقيع على أي محرر قدم إلى المحكمة. وبناء على هذا الكلام بتتقدم بالطلب إلى الشهر العقاري ومعه الحكم النهائي ده، أمين الشهر العقاري بياخده منك ويقدر لك رسم تدفعه، ثم يتم نشر هذا الطلب بالحكم اللي انت قدمته ده في احدى الجرائد اليومية المعروفة او المشهورة، ثم يمنح لأي شخص خلال شهر ان يعترض على هذا الطلب المقدم للشهر العقاري. فاذا ما اعترض خلال الشهر يتقدم الى قاضي الامور الوقتية يقول أنا بعترض على 1، 2، 3، على الأمور اللي هو بيعترض عليها على الطلب اللي تقدم من حضرتك. ولقاضي الأمور الوقتية إنه هيعمل حاجة من اتنين، إما إنه هيرفض الاعتراض فحضرتك كده الطلب بتاعك بقى مقبول، وإما أنه هيرفض الطلب اللي متقدم منك ويقبل الاعتراض، وبالتالي الحكم الذي يصدره القاضي الوقتي حكم نهائي وبالتالي يرفض طلبك في الحالة التانية. طب افرض رفض الاعتراض، يبقى طلبك مقبول، وبالتالي بقينا في أغلب الأحوال
أمام شخص فعلا بيمتلك هذا العقار الذي قدم بشأنه هذا الطلب. الحقيقة أن هذا القانون وإن كان يعني إلى حد ما يسر مسألة التسجيل أو مسألة شهر العقارات، إلا أنه يعني هناك تساؤل مهم جدا، آلاف العقارات لا يملك أصحابها إلا عقود عرفية أو عقد صحة توقيع محكوم فيه بصحة التوقيع، وبعض الناس يعني إيه بيرث العقار من غير مستندات، هو أصلا طلع أبا عن جدا لقى نفسه في البيت ده أو في العقار ده أو كده. طب هنعمل إيه مع هذا الشخص؟ الحقيقة إن 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 القانون وإن كان يعني بيعالج إلى حد كبير مسألة تسجيل العقارات وتيسير التسجيل، إلا أنه يجب أن يهتم أيضا بأغلب العقارات في مصر التي لا يملك أصحابها إلا عقود عرفية أو عقود غير مسجلة أو حتى أحيانا بيبقى بلا عقود، فكيف نتعامل مع هذا؟ لذلك نتمنى من المشرع أن يراعي الفكرة القيمة المعروضة الآن، وهي ترقيم العقارات بعد إجراء المعاينة وتحديد وضع اليد وسنده وتسلسل الملكية، يعني يتم بحث خاص مسبقا للعقارات في مصر بحيث أن دي تيسر بعد كده تفعيل هذا القانون. أرجو أن أكون قد وضحت بعض الأمور بالنسبة لهذا التساؤل، وبشكركم وبشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.